فعالية ونوع من المواجهة، يعني حتى لا يخفي جميل طبعا. عينه ولا يعني ينظر يمينا أو شمالا، وإنما يواجه بعينين جاحظتين وكأنه لا يهمه ما يحدث. يعني نوع كده من يعني زي الشخصيات التي اعتادت الإجرام ولا يهمها ما يقال عنها ولا يهمها ما هي أي قدرة. الرسالة، يعني عفوا، ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها للمتابعين أو للمشاهدين؟ أنه ما زال صلبا، وأنه ما زال يعني متماسكا، وأنه لا يهتم بما يجري وما يحدث، وبيوجهها في بشكل فيه قدر من العدوانية، تحدي إذن كما قال بعض نوع من المحللين التحدي النفسيين. بالضبط كده. في تحدي بالفعل كان موجه للجمهور من حبيب العدلي؟ لا تحدي.